السلام عليكم. تدخل منافسات دوري أبطال أوروبا في صيغتها الجديدة اليوم الجولة الثالثة، ولعل أبرز وأقوى مباراة تلك التي تجمع بين صاحبي نهائي العام الماضي ريال مدريد ونادي بوروسيا دورتموند الألماني. المباراة ستقام في حدود الساعة 8 بتوقيت الجزائر والمغرب العربي، 7 بتوقيت غرينتش، و10 بتوقيت مكة المكرمة. المباراة ستعرف متابعة كبيرة من المتابعين والمشاهدين الرياضيين في مختلف مناطق العالم. وفي هذا التقرير سنعطيكم بأبرز القنوات وكيفية مشاهدة هذه المباراة المثيرة. فيما يخص منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فكما هو معلوم فإن هذه المنافسة هي حكرا على القنوات البنفسجية، وستكون بتعليق المتألق اليمني حسن العيدروس. لكن المفاجأة الجميلة والكبيرة بأن العديد ممن لا يستطيعون متابعة هذه المباراة ولا يملكون الأجهزة الخاصة بذلك، بإمكانهم متابعة المباراة وعلى المباشر وبجودة عالية في القمر أسترا 19، وهو قمر سهل الالتقاط في المنطقة العربية، خاصة في منطقة شمال إفريقيا أين يمكن التقاطه في الشمال وحتى بأجهزة بأجهزة 60 سنتيمتر، 60-70 سنتيمتر فما فوق. أما دول الشرق الأوسط فيصل حتى إلى 1.20 متر سنتيمتر. على كل حال، القناة التي ستنقل هذه المباراة وستكون بشكل مجاني، وقلنا هي بجودة عالية الدقة، هي اسمها قناة بريم سبور بار اتش دي. أعيد اسم القناة بريم سبور بار اتش دي، وتردد القناة على قمر أسترا 19 هو 12,035 أوريزونتال 27,500. أعيد 12,035 وأفقي أش أوريزونتال 27,500 معدل الترميز. مشاهدة طيبة للجميع. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة ويستفيد عدد أكبر منه. أيضا لا تنسوا الإعجاب به، الاشتراك في قناتنا حتى نوفيكم بكل جديد فيما يخص الأخبار الرياضية المتنوعة خاصة في العالم العربي. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.